النهارده كان في حالات تحكيميه زي كل مباراه زي كل اسبوع في الدوري، بس في الحاله الاكثر اثاره للجدل او حالتين بصراحه. حاله وليد الكارتي طرده في مباراه بيراميدز والمصري، وايضا الحاله اللي فيها شك في طرد او انذار ثاني في مباراه نادي الزمالك. معنا عبر الهاتف الان الكابتن الكبير كابتن جهاد جريشة خبيرنا التحكيمي. يا كابتن جهاد مشرف ومنور كالعادة. كريم صباح الخير عليك وعلى كل مشاهدينك. صباح الخير يا فندم. نبدأ بمباراة ايه؟ مباراة بيراميدز والمصري بحسب ترتيب اليوم. اتفضل. بيراميدز والمصري النهارده يمكن الحالة الأكثر جدلا هي طرد وليد الكارتي وحكم المباراة رجع للفار كمان بعد ما كان ادى انذار وادى الطرد. هل الطرد كان صحيح؟ بص يا كريم، الحالة فيها كل عناصر الفرصة المحققة. السيطرة على الكورة. عدد المدافعين، كان ما فيش مدافعين هيقدروا يوصلوا لوليد الكارتي للمهاجم قصدي المصري في حاله عدم العرقله، ما حدش من المدافعين الاثنين اللي ورا دول ما حدش هيلحقوا. ثاني حاجه المواجهه للمرمى، الاتجاه العام للعب والمواجهه للمرمى والمسافه الموجوده، كل العناصر الفرصه المحققه موجوده. كنت اتمنى طارق مجدي من الحكام المميزين، كنت اتمنى ان هو يدي كارت احمر مباشر، لكن في الاخر الفار تدخل وقال له انا عندي فرصه محققه وجاب الصوره اللي هي الواضحه، ما خدش طارق فيها 4 ثواني وده مهم. رجع بعدها بكارت الاحمر، وكارت احمر صحيح وكارت احمر مستحق للاعب نادي بيراميدز وكره سليم. عظيم. الماتش ده ما كان فيه حاله مش موجوده عندكم. في الدقيقه 48 ركله جزاء للمصري لم تحتسب. كانت لقطة مهمة جدا في الشوط، بداية الشوط الثاني في الدقيقة 48، وللأسف هي لقطة فار مش لقطة حكم، لأن اللعبة عبارة عن لاعب النادي المصري بيلعب الكورة، علي جبر أهمل وراكل لاعب نادي اللعب الإقليمية، الكلام ده كله في الهواء، اللعب الكورة من لاعب النادي المصري وعلي جبر ركل لاعب النادي المصري ومفيش حد من مصر اعترض، وده كان سبب إن الفار ما رجعش للقطة وركز عليها. اللقطة واضحة جدا من ورا الجون. المعيار بالنسبه لنا كريم اللي لعب الكوره هو المهاجم، واللي ركل رجله هو مدافع نادي بيراميدز، وجيدي دي ركله جزاء لم تحتسب للنادي المصري في المباراه. عظيم. طيب بالنسبه لمباراه الزمالك النهارده نتكلم عن الزمالك وشرميك كليوباترا. تمام. عندنا الحالات. عندنا الحالات، وطبعا ابرز حاله يا كابتن حاله زكريا الوردي. تمام. زكريا الوردي حصل على انذار مستحق قبل الحاله، قبل الانذار الثاني ده يعني انذار مستحق، عباره عن تهور واضح. الكره طلعت من طبعا انا بتكلم على الـ على الـ على الانذار المستحق. لا دي مش اللعبه دي. هاتوا لنا يا جماعه اللقطتين بتوع زكريا الوردي، الانذار الاول والانذار الثاني لو امكن، يعني وقولوا لنا برضه الكرة دي تمام. انذار مستحق لزكريا الوردي، الدخول بتهور واضح، الكرة طلعت والتهور وانذار مستحق وقرار سليم الحكم المباراة. بعدها بالظبط بدقيقة، من خلال بعدها بدقيقة بالظبط اللقطة الثانية واللقطة الأصعب في المباراة دي، الدخول ده بالتهور الواضح، وده طبعا انذار مستحق وقرار سليم من حكم المباراة ومساعد الحكم اللي اداله القرار. اللقطة الثانية بقى الأوضح بعد دقيقة بالظبط، لزكريا الوردي يستحق انذار ثاني، لعبة فيها تهور وفيها هجمه واعده لسيراميكا، وبالتالي كان الانذار الثاني ده وجوبي، والحكم موجود في مكان ممتاز، يعني ان الحكم موجود في مكان اكثر من ممتاز، وبالتالي كان انذار ثاني مستحق. والكلام ده في نهايه الشوط الاول، وكان هيفرق كتير في يعني احداث المباراه، وبالتالي انذار ثاني مستحق وطرد، وطبعا الفار ما ينفعش يتدخل في اللعبه دي لان ده الانذار الثاني. بروتوكول الفار لا يسمح بالفار ان يتدخل الا في الكارت الاحمر المباشر مش الانذار الثاني. طيب وده يمكن اكبر خطا موجود في المباراه. انا حسيته كمان ان هو تردد، يعني هو فكر، هو 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 حسبها يا كريم. هو انت عارف انت اول من الحسابات تخش في التحكيم تلاقي القرار بيطلع غلط. هو حسبها ان عنده، على فكره لاعب الزمالك منتظر الانذار الثاني، معروف راح بايده على الكارت انه هيدي له الانذار الثاني، لاعب الزمالك منتظره ومتوقعه. لكن هو التردد هو اللي خلاه ما يداش الانذار الثاني والطرد في لعبه مهمه جدا كانت تستحق الانذار الثاني والطرد. زي ما حضرتك قلت هو حسبها. اول ما عشان هو حط ايده على جيبه، يعني هو اللي خلانا نحس ان هو حسبها ان هو حط ايده على جيبه. عارف لو ما حطش ايده على جيبه ما كانش هيعمل جدل وهنقول تقدير. هو حسبها ان عنده انذار فمش هديله الانذار الثاني واطرده. فاول ما الحسابات تخش في التحكيم يبقى عندنا مشكله فعلا، مشكله كبيره. طيب